قناة وتطوع على جيل الزهرات باش يوصلكم كل جديد وكل فيديو درسو يوصلكم ان شاء الله. وما تنسوش اللايكات والتعاليق ديالكم. واليوم جبت لكم واحد الوصفة زوينة بزاف، كيك اي طرطة زوينة بزاف وسهلة. شوفوا المقادير على بركة الله. كما كتشوفوا هنا كاين عندي 4 البيضات، عندي هنا 2 كيسان ونص ديال الدقيق، عندي هنا كاس ديال سنيدة، ربع كاس ديال الزيت، عندي هنا كاين المايزينا، وعندي هنا الفلون ديال الشوكولا كيجي لهذا الشكل هذا، وعندي واحد اخر ديال الفريز، عندي واحد شاشي ديال الفاني، وواحد شاشي ديال البيكون باودر خميرة. عندي هنا معلقة ديال الزبدة، صراحة الزبدة كتعطي للكيك واحد الهشاشة واحد الرطوبة زوينة بزاف منعرفش لكم. عندي هنا كاين قبيصة ديال الملحة، معرفتش كيبان لكم الخل، عندي هنا كاين معلقة ديال الخل. الخل بالنسبة للخل كيعطي واحد الكيكه كيدير ليها واحد كينفخها، كيجي كتجي زوينه، كتجي بونج واعره بزاف. انا كنصحكم بها معلقه ديال الخل. عندي هنا كاينه ايترو ديال الحليب اللي غنستعمل. نمشي نشوفوا طريقه التحضير على بركه الله وانتم معايا. هنا كاينه ضفت ديك 4 البيضات، غنضيف ليهم سنيده وغنضيف ليهم ديك 4 كاس ديال الزيت. علاش انا درت 4 كاس ديال الزيت؟ لحقاش غنضيف الزبده، معلقه ديال الزبده صراحه كتجي زوينه بزاف. بعدا غنضيف ديك الشاشي ديال الفاني لي ما متوفرش عنده الفاني، كل يدير قشور ديال لي محتوى مزوين كيعطي واحد النكهه رائعه للكيك. غنضيف ليها قبيصه ديال الملحه، وبالنسبه لديك معلقه ديال الزبده انا غنديرها في حمام مريم حتى تذوب ليا. عاد نضيفها في الخليط ديالنا، نقربو مزيان. ما غنضيف واحد شويه ديال الحليب، ربع كاس ديال الحليب نسيت ما نزوجش في الاول. انا غنضيفها بعدا كنضيف ديك الزبده اللي ذوبت في حمام مريم كتجي بهذا الشكل هكا، نضيف حتى هي. صراحه راه كتجي زوينه كتعطي واحد الرطوبه للكيك، جربوها معليش ندمو. بالنسبه غنضيف ديك معلقه ديال الخل كما قلت لكم، معلقه ديال الخل غنخلط. غنضيف الدقيق اللي غربلت، نضيف كاس الاول، عندي ديك الشاشي ديال الخميره، وغنضيف الكاس الثاني كما قلت لكم. انا غنستعمل المقادير كما وريت لكم، 2 كيسان ونص ديال الدقيق، ما كتشوفوا ضفت ديك 2 كيسان ونص، ما زخص واحد شويه. ضفت دوك 2 كيسان، دابا بقى لي داك نص كاس، غنضيف شويه وغنشوف. صافي وجد ليا كما كتشوفوا دالي 2 كيسان ونص، بقى لي شويه ما
من داك النص كاس قاي شويه كما كتشوف هنا كاينه باش تعرفوا ان الخليط ما بقاش محتاج للتخير. كتكتبوا هكا ثمانيه كتطلع ثمانيه هكا كتعرفوا الكيك ما بقاش محتاج مازال للتخير. دابا غنحطوا في قاب وندخلوا للفران. انا صبيتها في هذا القالب هذا اللي كيجي على هذا الشكل كيتحل من الجنب. انا غنديرها دابا في الفرن اللي منقص عليه المده ديال 40 دقيقه على نار مهيله، ومن بعد باش تطيب لي باش نهز باش نقاد الفلون اللي غندير فيها. خليكم معايا حتى الكيكه غنوجد الفلون ونضيف نصبك ديال الفريز كما كتشوف هنا كاين. غنضيف نص لتر ديال الحليب، المهم هاد الكميه غدير ليا لتر ديال الحليب. شوفوا ضفت هنا نص لتر ديال الحليب غنضيف ليها الفلون ديال الفريز. يمكن لكم تستعملوا اي نكهه بغيتو، بانيه شوكولات اي حاجه. المهم غنضيفها هنا. هنا كاين غنضيف ديال الفريز كما قلت لكم، الله على نكهه على ريحه كيحمق لينا الفريز. وغنضيف معلقه كبيره ديال النشا كما كتشوفوا، وغنضيف جوج معالق ديال سنيده. كل واحد على حسب الحلاوه، انا غنضيف جوج معالق ديال سنيده. صافي غنحركها وغنضيف السماء مهيله ونبقى مستمره في التحريك حتى كنحسو على القوام اللي بغيت. نبقى هكا كنحرك حتى نحسو على الكريمه اللي بغيت. كما كتشوفوا بدا كيعقد، بدا الفرن ديالو كيعقد هانتوما. نبقى مستمره في التحريك حتى نحصل على القوام اللي باغا. هنا كاينه طابت الكيكه ديالي ودهنتها قبل شويه ديال الكونفيتير. من بعد غنضيف ليها داك الفلون، الفلون ديال الفريز كنحصل عليه على هذا القوام هذا. غنصبو فهاد على الكيك ديالنا هنا. كاينه ديك ديال الشوكولات نفس الطريقه، معلقه ديال سنيده ومعلقه ديال النشا والفلوق ديال الشوكولات. وغنضيفو دابا فوق نار مهيله وغنبقى مستمره في التحريك حتى نحصل على القوام اللي سبق لي شتو معايا في الفريز، فون ديال الفريز. غنبقى مستمره هكا في التحريك حتى نحصل على القوام اللي بغيت. صافي من بعد غتشوفوا حيت غنصبو على الكيك ديالنا. كلكم ديروا ديال الكراميل ديال البنان، انا كيعجبني بزاف ديال الفريز وديال الشوكولات كيعطي واحد المذاق واحد النكهه روعه زوينه بزاف. المهم كل واحد ليه الاختيار شنو اللي كيحب. المهم الشوكولات حتى هو كيجي زوين بزاف، خاصه الدراري الصغار كيبغيو النكهة ديال الشوكولات كما كتشوفوا. ماشي مشكل داك هنايا ما فيش الفلون ديال الفريز، ماشي مشكل. المهم دابا غنضيف ليه الفلون ديال الشوكولات، غنضيفو ليه بسم الله على بركة الله. وغنخليه يشد شويه راسو، عاد ندخلو للثلاجه نخليه يشد راسو مزيان المده ديال ساعه هكا تقريبا ولا المهم على حسب نتوما. غير يعقد ويشد راسو صافي كما كتشوفوا بحال هكا. من بعد ما يبرد وغنرجعو نشوفو الشكل ديالو، الشكل النهائي ديالو. كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. طورطة كتجي على هاد الشكل هدا، الشوكولات الفوق كيجي زوين بزاف كما كتشوفو. كتجي هكا. هنا كاينة الطبقة التانية ديال الفلون ديال الفريز والطبقة التالتة ديال الكيك، كتجي رائعة جدا. كنتمنى أنكم تجربوها صراحة كتستحق التجربة، زوينة بزاف
المهم ما تنساوش ديروا الاشتراك وتدخلوا القناة ديالي، مرحبا بكم، وديروا اللايكات والتعاليق ديالكم الزوينين، واي وصفة بغيتوها نحضرها لكم تكتبوها في التعاليق. الى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله. باي باي.